بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم محاضرات مساق إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية. اليوم نبدأ في شابتر 1، وهو عبارة عن مقدمة عن التجارة الإلكترونية. طبعا الأهداف لهذا الشابتر هو عدة نقاط، حتى في نهاية الشابتر تقيس أنت نفسك هل وصلت إليك هذه الأوبجكتيفز ولا لا، وهي من خلال تعريف التجارة الإلكترونية، توصف الأنواع المختلفة اللي هي التجارة الإلكترونية وأنواع الترانزيشن، وكذلك description some e-commerce business model. كل هذه النقاط إن شاء الله هنتطرق لها خلال هذا الشابتر. لو بدنا نيجي نعرف التجارة الإلكترونية وما نقصد في التجارة الإلكترونية، طبعا التجارة الإلكترونية هي بمفهومها العام هي عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات أو الخدمات عبر الحاسوب، أو هنا عندنا نذكر لنا فيا كمبيوتر نتورك. تمام. لو بدنا الفيا كمبيوتر نتورك، وهو المقصود في اللي هو عندنا اللي احنا الانترنت. إذن هي عبارة عن عملية بيع وشراء وتبادل المنتجات أو الخدمات عبر الكمبيوتر أو عبر الحاسوب أو عبر شبكات الحاسوب. طبعا إحنا بنحكي عن تجارة، طالما إننا بنحكي عن تجارة فهي المقصود في التجارة العادية إنه بيع وشراء حيتم. طيب، طالما إنه أدخلنا موضوع الإلكترونيك أو اللي هو الموضوع الإلكتروني في موضوع اللي هو التجارة، إذن بدها تتم هذه العملية من خلال الشبكات اللي هي الإنترنت، وبالتالي بده يكون في عندك بيع شراء تبادل. طبعا هذا التبادل ممكن يكون تبادل بين منتجات أو بكون أو خدمات. فمثلا المنتجات ممكن أنت تشتري منتجات في شتى أنواع المنتجات، من ناحية مأكل مشرب، كمبيوترايت، أثاث بيت غيره، زي ما بنعرف بملابس. كل هذه الأمور الآن في معظمها تنشر عن طريق اللي هو التجارة الإلكترونية أو من خلال اللي هو شبكات الإنترنت ومواقع شبكات الإنترنت. كذلك موضوع الخدمات، اليوم أنت ممكن تشتري خدمة الإيميلات، خدمة التخزين والكلاودينج، كذلك موضوع اللي هو البروتوكولات. كل هذه الخدمات اللي أنت ممكن تستخدمها أيضا ممكن تيجي أو هي بمفهوم التجارة الإلكترونية. هذا هو مفهومها بشكلها العام. طيب، ايش الفرق بين ما نقول انه احنا في عندنا تجارة الكترونية او الاي بزنس او الالكترونيك بزنس، يعني اللي هو حتيجي تقول انا في عندي يعني بزنس الكتروني، او يعني فايش المقصود بالاي بزنس؟ او الاي بزنس هو الاعمال الالكترونية، وهو يعني زي ما هن بيقول لك border definition of اي يعني الاي سي، هذا اختصار لالكترونيك الالكترونيك كوميرس. تمام. فالاي بزنس اذا بدك تيجي تحكي عنه الاعمال الالكترونيه هي اوسع مفهومها من التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه قلنا هي عباره عن بيع وشراء وتبادل خدمات. لا، هنا عندي انا في موضوع الاعمال الالكترونيه هي مش بس بتشمل انك انت تكون بس بتبيع وبتشتري
المنتجات او الخدمات اللي موجوده في يعني التجاره الالكترونيه، واللي هي احنا اعتبرناها جزء، ممكن نعتبرها الان جزء هنا من الاي بزنس، ولكن ايضا بتحتوي او بتشمل على عده يعني اكتيفيتيز او نشاطات اخرى، زي على سبيل المثال اللي خدمه الزبائن. اليوم مثلا على سبيل المثال انت في عندك شركات بتبيع مثلا برودكت معين، على سبيل المثال اليوم في مثلا شركات اليوم بتعمل سوفت وير، وهذا السوفت وير احيانا بدها ناس دعم فني عليها. يعني مثلا انت اليوم تبيع السوفت وير الموجود عندك وتروح ياخذوها الجماعة، الان الناس بدهم سبورت لهم، انهم بدهم يتعاملوا معك، بدهم يشتغلوا معك، بدهم يقولوا لك انه والله في عندنا مشكلة. فهذه ايضا احد اللي هو يعني التعامل مع الزبائن. طبعا الامثلة كثيرة في هذا المجال، يعني انت اليوم كذلك في موضوع خدمات العملاء، اليوم يعني بتعرفوا في اليوم بكون في عندك شركات، وهذه الشركات بتتعامل مع شركات أخرى أو بتتعامل مع أشخاص أخرى. اليوم أنت مثلا على سبيل المثال فاتح عندك صفحة الدعم الفني وبتتعامل معهم أو مثلا قسم المبيعات أيضا بتعامل مع الزبائن مباشرة. الآن هنا وأنت بتتعامل مع الزبائن مباشرة وبترشدهم أو بتعرض لهم، هنا انت في هذا المجال مش بس بعت وشريت، لا، انت الان ايضا اتعاملت مع زبون مباشرة، مش زبون بس راح خلاص يعني لقى هالسلعة واشتراها. فهاي المقصود انه بيشمل ايضا التعامل مع الزبائن. كذلك موضوع اللي هو التعاون مع الشركات، الشركة في او التعاون مع الشركات من ناحية إيش مثلا؟ يعني مثلا في شركات اليوم، شركة هاردوير شركة سوفت وير، التنين متكاملين لبعض، السوفت وير بيورد للهاردوير والهاردوير بيعمل يعني التوافق بين الهاردوير والسوفت وير. ففي تعامل بين هذول اللي هم الشركات. وبالتالي أيضا من الإي بزنس أيضا بالدخول فيها موضوع التعامل مع الشركات، كذلك موضوعات وإنجاز المعاملات الإدارية أيضا إلكترونيا. مثلا على سبيل المثال أنت اليوم في عندك شركة، كل اللي هي كل تعاملها اليوم إلكتروني، ما فيش عندك إشي ورقي، كله إلكتروني من أول ما تبدأ من المدير لآخر أصغر يعني لأصغر موظف عندهم في الشركة أو في المؤسسة، كذلك لا من أكبر عملية بتتم من ناحية صرف رواتب ومن ناحية صرف غيره، كل هذه الأمور بتتم من خلال إيش اللي هو الأمور الكمبيوترايز أو الأمور اللي هي إلكترونيك. وبالتالي الاي بزنس ممكن احنا نشمله باكثر من شغله. فانت ممكن تشمله زي ما حكيت لك بيع وشراء، انت ماشي هيك بيع وشراء، طيب تمام. ايش كمان انا بدي اعمل؟ بدي الزبائن ايضا، بديش يجوني انا الزبائن، لا بدي اتعامل ايضا مباشره من خلال الالكتروني الكترونيا ايضا. كذلك التعامل مع الشركات، الشركه انا شركه في شركة مكملة إلي، أنا بجيب منها أيضا برضو متعامل. وبالتالي لاحظ إنه كل الأمور إيه يعني إيه 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 بزنس، يعني البزنس كله الموجود عندك ما في إشي إلا كله تعامله من خلال اللي هو الإلكترونيك. فهذا ما يعرف بالإي بزنس. طيب الآن لو إحنا بدنا نيجي يعني نصنف، طبعا احنا كنا عم نحكي انه في شركات وتعامل مع الشركات وفي التجارة اللي بتتم بين هذه الشركات.
طيب هذه الشركات هل إحنا ممكن نصنفها ونشوف على أي أساس هذه الشركة؟ يعني أنت اليوم بدك تيجي تصنف بعض الشركات الموجودة لو بتشتغل في موضوع التجارة الإلكترونية، كيف بدك تصنف هذه الشركات؟ هل هذه الشركة يمكن يعني نعتبرها يعني بتشتغل بيور الكترونيك كوميرس؟ يعني هل هي بتشتغل كل شغلها تجارة إلكترونية، أو هل هي بارشل يعني جزء منها بتشتغل إلكتروني وشغل تاني لا فيزيك، أو تكون يعني هذه اللي هي المفهوم؟ يعني إما بتكون بيور، يعني إيش معنى بيور؟ يعني خالص تمام، يعني إنه تكون الشركة عندك يعني بكل تعاملها إلكتروني، والمقابل لهذه المفهوم اللي هي الشركات اللي بتشتغل الفيزيكال. طيب ايش المعايير اللي انا بدي انا اقول انه هذه الشركة هي بيور ولا مش ولا بارشل او فيزيكال؟ عندنا يعني هان دايمنشن بسموها، او يعني انت ممكن تقول الابعاد تاعتها. اول اشي المنتج، تاني اشي عملية اللي هو العملية التسليم، او اللي هو بسموها عملية التسليم يعني اللي يجي يستلمها الزبون، كذلك عملية الدفع والبيمنت. هذه الثلاث يعني دايمنشن خلينا نقولها، او ابعاد زي ما بدك، بتقدر انت من خلالها انك تحدد اذا ما كانت هذه الشركة هي تشتغل كل شغلها اي كوميرس او بارشل. فلو اجينا هنا، لو مثلا على سبيل المثال اذا كان عندك هاي عندي انا البرودكت، وهاي في عندي اللي هو الدليفري ميثود يعني طريقة التوصيل، وهان اللي هي عملية البيع والشراء وغيرها اللي عملية اللي هو البيمنت. فإذا كانت خلينا نيجي هنا في الكيوب هذا المكعب هذا، لو جيت في المنطقة هذه هتلاقي إنه البرودكت هو إيش، هو بنباع على الإنترنت وبستلم أمواله من خلال الإنترنت، وتسليمه أيضا من خلال الإنترنت. مثلا على سبيل المثال أنت اليوم بتروح تشتري من شركة سوفت وير اي تطبيق، زي مثلا من مايكروسوفت انت بتروح تشتري ويندوز او غيره من هذه التطبيقات. اولا انت بتشتري المنتج معروض على الانترنت، تروح تشتري ايضا من الانترنت وتوصيله ايضا من خلال الانترنت. فهذه اذا الثلاث معايير او ثري دايمنشن هذه هي كلها ابيور، وبالتالي هذا يسمى ابيور. الان نيجي للعكس، واللي هو ما يعرف بالتراديشنال كوميرس اللي هي الشركات اللي هي ما إلها علاقة في كل الحاسوب والإنترنت ولا شيء، كل شغلها فيزيكال. المنتج هيو عندك فيزيكال، التوصيل فيزيكال، البيمنت فيزيكال، كل شغلها فيزيكال. فهذه إيش تسمى التراديشنال، الشركات اللي إحنا بنعرفها واللي هي ما بتعتمد على اي نوع من انواع الانترنت، وبتشتغل كل شغلها اوفلاين. الان اذا كانت الشركة خليط بين اللي هو مثلا على سبيل المثال، لو كنت انت خليط بين مثلا البرودكت ديجيتال برودكت تمام، وكانت عملية اللي هي التسليم مثلا على سبيل المثال فيزيكال، يعني ايش معنات احنا التسليم فيزيكال؟ يعني لازم تيجي تستلمها انت او هو يجي يوصل لك اياه تمام. يعني احنا ما استخدمنا طريقة الالكتروني كاملة تمام، وانما جزء منها. فهذه بنسميها اللي هي البارشل الكترونيك كوميرس اريا، وهي هي زي ما انتم شايفين لو احنا خدنا هذا المكعب وخدنا هذا اسفل منه، هذا هي شايفينه، هذا حيكون اسفل، هذا اسفله حيكون مين؟ التراديشنال. فهو جزء منه حيكون ايش؟ ليس يعني بيور
الكترونيك. نشوف يعني ايش اللي بيقصد فيه. هي زي ما انا معرفنا اياه انه التراديشنال، الشركات هذه اللي هي التراديشنال او اللي بسموها البريك اند موترا اورجانيزيشن، ايش هذه الشركه؟ كل الدايمنشن هاي زي ما انت شايف ايش بقول لك، all dimension ايش all dimension هنا physical are physical، وبالتالي هي هذه من الشركات القديمة، يعني كل البزنس تبعها offline زي ما احنا شايف. بعدين عملية البيع وكل التوصيل ايضا من خلال ايش يا شباب، من خلال اللي هو الفيزيكال والطريقة التقليدية في عملية اللي هو التوصيل. تمام، هذا مفهوم اللي هي الفيزيكال او عفوا اللي هي التراديشنال. طب لما نيجي نحكي عن البيور يعني البيور والبارشل اي كوميرس، طبعا احنا اتفقنا انه في عندنا 3 دايمنشن او 3 الابعاد الثلاثة. الان زي ما قلت لك اذا كانت كل الابعاد هذه ار ديجيتال، ايش من الديجيتال زي ما قلت لك، يعني انت بتشتري ديجيتال وبتدفع ديجيتال وبوصلك ديجيتال، فهذه الشغله ايش بسموها، بيور او اللي بسموها الفيرشوال، كله يعني الشغل فيرشوال ما فيش اشي فيزيكال. وبالتالي هذه اللي هي الشركات او اللي هي يعني كل الشغل بيكون البزنس تبعهم او الاكتيفيتي تبعهم بيكون اونلاين. تمام، الان نيجي لموضوع اللي هو الميكس، يعني الاختلاط او اللي هو الهجين بين الديجيتال والفيزيكال دايمنشن. هذه الشركات زي ما هل في عندنا بعض الامثله لهذه اللي هي زي الاي بي وهذولا والالو وغيرها، ميديا سيرفيس، كل هذه الشركات اللي هي بتتعامل مع مين، مع اللي هو بيكون فيور. لكن لو اجينا احنا مثلا على سبيل المثال، انت اليوم زي شركة الاي بي ام وانتل، انت ممكن تشتري الحاسوب ديجيتال، اذا عملية عملية الشراء تمت او هو ديجيتال، لكن عملية البرودكت هو اول شيء ايش هو، فيزيكال، صح ولا لا؟ وعملية التوصيل ايضا فيزيكال. اذا هذه العملية ليست ايش بيور اي كوميرس، وانما ايش بارشل او زي ما بيقولوها ميكس بين الفيزيكال و يعني اللي هو يعني بين الفيزيكال والديجيتال. تمام، الان هذه الشركات اللي هي الكليك ان البريك، هذولا الشركات هي يعني الشركات اللي بيسموهم يعني الشركات اللي لها يعني بعض النشاطات الإلكترونية، وبكون لها مثلا قناة تسويق، وبالتالي انت بتسوق إلكترونيا لكن بتسلم ايش يا شباب، بتسلم فيزيكال. تمام، هذا اللي هو التصنيف لموضوع. لو جينا على التابل هذا، التابل هذا موجود في النسخة الجديدة من الكتاب اللي هي 2018 وما بعد. فانت الان عملية الطلب، احنا قلنا هناك عملية الطلب عندنا الدايمنشن اللي هي عملية الطلب او الشراء، يعني كيف انا بطلبها. فاذا كانت عندك اليوم اذا كان البرودكت هاي زي ما انت شايف، اذا كان البرودكت هاي عندنا الاول اشي دي ديجيتال، البي فيزيكال. تمام، هاي الاختصار هذه. فاذا كانت اول شيء عمليه البيمنت وعمليه الاوردر فيزيكال، وعمليه اللي هو التسليم فيزيكال، وعمليه اللي هو الفولي فليمنت ايضا اللي هو الاوردر ايضا الطلبيه وتوصيلها ايضا فيزيكال، هذا ايش بنسميها، نون اي كوميرس. الان لو كانت كل العمليه ديجيتال زي ما انت شايف،
سواء كانت الاوردر او البيمنت اللي هي عملية الدفع وعملية الطلب وعملية التوصيل، تمام، وعملية كل هذه العملية لو كانت كلها ديجيتال هنسميها بيور اي كوميرس. لو كان بعضها يعني ديجيتال والبعض الثاني فيزيكال يعني، فإحنا بنسميها البارشال. وعلى هذا الأساس لو إحنا كان في عنا على الأقل جزء واحد منه ديجيتال والباقي فيزيكال، فإحنا ممكن نسميه هذا بارشال إيش إي كوميرس. طب هتيجي تقول لا إيش هذه التصنيفات؟ أنت اليوم لما بدك تيجي تتعلم التجارة الإلكترونية بدك تفهم هذه التجارة، هذه المصطلحات، لأنه أنت إذا ناوي بكرة تفتح شركة حيجي يقولوا لك إيش في عندك أنواع، إيش نوع شركتك، هل هي بارشل، هل هي فولي، زي ما فأنت حتكون دراية. حتى الشركات اللي أنت حتتعامل معاهم هذه بكرة في معايير، أنت ممكن مثلا في قوانين بتحكم اللي هم شركات البيور، وفي قوانين بتحكم البارشل. هل البيور في عليها مثلا شروط قانونية بحيث انه انت طالما انه العملية كلها ديجيتايزيشن، هل هي حيكون في عندك يعني مثلا مشاكل الشركات الاخرى؟ فمن الضروري انك تعرف التفرقة بين هذه اللي هي الشركات، تمام. الآن في عنا بعض المصطلحات، أنا عنا شو بس التسجيل، هذه التعريفات يعني في عنا هنا اللي هو الانترنت فيرسس نون انترنت اي كوميرس. طيب ايش المصطلحات هذه؟ النون انترنت اي كوميرس اللي هي بتستخدم مفهوم او بتستخدم التجارة الالكترونية او تقنيات التجارة الالكترونية في الشركات الخاصة او في الشبكات الخاصة او في الشبكات اللي عندها الخاصة فيها. فمثلا على سبيل المثال ممكن انت تلاقي مثلا شركات عاملة تجارة إلكترونية في شبكاتها الخاصة الداخلية من غير استخدام موضوع الإنترنت، فهذه بتسمى اللي هو الإنترنت، واللي هي هذه الإنترنت كوربوريت اللي هي بتستخدم مثلا عندك يعني شبكات مثلا محلية أو شبكات حكومية، وبتستخدم المتصفحات في هذا العمل. فمثلا على سبيل المثال من أقرب يعني لو أنت بدك تتصورها، اليوم في عنا الحكومة الإلكترونية أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، ممكن تتصور في دول، إحنا ممكن على مستوى بلادنا في تشبيه الحكومة، لكن في عندك أنت شركات خارجية ما بتتعامل مع الإنترنت كشبكة، ممكن تكون إلها شبكة داخلية أو برايفت خاصة فيها، ومن خلالها هي بتصير مثلا التاجر وتشيب، فهذه بسموها الانترنت. في عندنا الاكسترانت واللي هي هذه بتطبق واللي بتستخدم الانترنت نفسه في عملية اللي هو اكثر من انترنت، وبالتالي لو انت في عندك اكثر من انترنت فممكن تستخدم او ممكن تسميها. طبعا الانترنت والاكسترانت ممكن تكون مرت عليكم في موضوع الشبكات، لكن هنا احنا المقصود فيها إذا كانت الشركات تستخدم بس الشبكة الداخلية تاعتها لأغراضها، فهذه بنسميها نون انترنت اي كوميرس، لكن اللي بتستخدم الانترنت فهذه بسموها الانترنت أو الاي كوميرس اللي هو المعروف. أيضا من المصطلحات اللي هي بتبنى على اللي تو احنا قلناها اللي هي الانتر اورجانيزيشنال انفورميشن سيستم، او بتختصر وعباره عن النظام اللي هو انظمه اتصالات واللي بتسمح في عمليه اللي هي عمليه الترانزاكشن بروسيس.
and information flow between two or more organization. يعني هذا المفهوم اللي هو الانتر organization، يعني اللي هو العمليات والتبادل بين two or more organization. هذه ما يعرف بالانتر. طيب الانترا organization information system هذه ايضا نظام انظمة اتصالات، واللي هي بتعمل بتيح موضوع الاي كوميرس اكتيفيتي في من خلالها ومن خلال شبكاتها. فلو مر عليك موضوع الانترا اورجنايزيشن، يعني قال لك احنا انترا اورجنايزيشن انفورميشن سيستم، بدك تفهم لانه انت بيستخدموا انظمتهم في موضوع التجاره الالكترونيه. لكن الانترا اورجنايزيشن سيستم هذه بس تستخدم زي مثلا اليوم الوزارات والحكومات بتستخدم موضوع المعاملات الداخليه، فهذه ايش تسمى الانتر organization system اللي بتستخدم العمليات هذه واللي هي في موضوع التجارة الإلكترونية أو نشاطات التجارة الإلكترونية، هذه بنسميها اللي هي الانترا organizational system. فإن مر إن شاء الله إذا مرت علينا الانترا organization system، فبدك تعرف إنه بكرة في الكيس ستادي إنك أنت بتحكي عن موضوع التجارة الإلكترونية في شبكاتها. الآن بدنا نتكلم عن موضوع اللي هو الإي ماركت، اللي هو السوق. لكن يعني قبل ما نشرع في هذه، في عنا اللي هو الفريم وورك، هنجيها هذه اللي هي الاي ماركت بليس. بس اول اشي بدنا نتكلم عن موضوع اللي هو الاي سي فريم وورك كلاسيفيكيشن، واللي هو يعني اطار العمل للتجارة الالكترونية. ايش معنات او ايش بنقصد باطار العمل للتجارة الالكترونية؟ اطار العمل للتجارة الالكترونية اللي هو احنا بنفهمش من اطار عمل، يعني اطار شامل لمجموعة من العناصر او الكومبوننت او احنا هنا في التجارة الالكترونية الفريم وورك او اللي هو اطار العمل ايش بيشمل. اول ايش اكيد بده يشمل على بيبل، على اشخاص، لانه ناس بدها تبيع وناس بدها تشتري وناس وسطاء، صح ولا لا؟ كذلك موضوع التجارة الالكترونية، عفوا اللي هي البابليك بوليسي اللي هي السياسات العامة، لان انا على اساسها بدي انا يتقيد موضوع التجارة. كذلك موضوع اللي هو التكنيكال ستاندر اند البروتوكول، البروتوكولات والتكنيكال والاشي انا بدي استخدم. كذلك موضوع البيزنس بارتنرز اللي هم خدمات الدعم، يعني او اللي هو الشركات، عفوا الشركات اللي هي الموجودة عندنا، والسبورت سيرفيس اللي هي خدمات الدعم اللي احنا بتكون عندنا. طيب ايش مفهومنا هذا؟ لو جينا هنا، طبعا احنا بنقصد في الاف بالفريم وورك يا شباب، يعني اطار العمل، والاطار العمل طبعا بيشمل البيئة او الانفراستراكشر. ايش مقصود اللي هي البنية التحتية لهذا الاي كوميرس، وبالتالي البنية التحتية مكونة من خمس عناصر. لو جينا هنا في هذه الرسمة ونشوف، هاي عنا هنا الفريم وورك اللي موجود عنا، ومن ايش متكون الفريم وورك عنا؟ هاي الكترونيك كوميرس ابليكيشن. في عنا هنا يعني الاجزاء الخمسة اللي احنا اتطرقنا لهم. فهنا عنا البيبل، البيبل ايش بده يكون في عنا؟ اللي ببيعه واللي بيشتريه، صح ولا لا؟ هي عندك الوسطاء، تمام. بخصوص ايضا البابليك بوليسي، ايش ايش في عندي انا يعني سياسات لازم قائمه في موضوع اللي هو التجاره الالكترونيه. في عندي هاي الضرائب، في عندي اللي هو الشغلات اللي انا ممكن اعتمد عليها من ناحيه قانونيه. كل هذه الامور في تيجي في موضوع البابليك بوليسي.
الماركتينج اند اللي هو موضوع الماركتينج وموضوع ايش المحتوى اللي بده يكون موجود فيه هاي الويب كونتنت اند اللي هو التارجت ماركتينج، يعني انت لمين بدك توجه السوق او لمين هذا السوق بده يكون موجود. طيب السبورت سيرفيس، هل انت حتكون موضوعك تسليم او الطلب؟ كيف بده يكون الطلب؟ هل الطلب زي ما تو شفنا وموضوع البيمنت وموضوع، هل في عندك خدمات لموضوع الدفع؟ هذا ايضا من الانفراستراكشر لموضوع اللي هو التجارة الالكترونية. كذلك موضوع البيزنس بارتنرشيب اللي هم العملاء واللي هم اللي احنا من نتعامل معاهم او الشركاء. فمثلا احنا في عندنا شركاء مثلا نعتمد عليهم في موضوع التوصيل، شركاء في موضوع التسويق وهكذا. فعندي انا 5 عناصر اساسية للفريم وورك تبع التجارة الالكترونية، اللي بيبدأ بالعوامل الاساسية اللي هو الهيومن والبيبل، بعدين السياسات، بعدين الماركتينج بالسوق اللي انا بدي اوجه له، بعدين الدعم، وبعدين اللي هم الشركاء او العملاء اللي انا بدي اياهم. طبعا السبورت يعني سيرفيس، هذا السبورت سيرفيس. الان في عندي الانفراستراكشر اللي بده يكون موجود في داخل هذه اللي هي التجارة الالكترونية. طبعا احنا هنا بتحكي بشكل عام، لكن الانفراستراكشر مثلا على سبيل المثال الكومون بزنس سيرفيس انفراستراكشر. ايش الكومون بزنس سيرفيس انفراستراكشر؟ العملية مثلا انت اليوم كيف عملية السكيورتي في الاي كوميرس؟ هذه ايضا بتكون انت عندك السكيورتي عالية، مش معقول انك تعمل بيع وشراء الكترونية وتلاقي حالك بكرة حدا ماخد كل الحسابات تبعتك، وموضوع اللوجن وموضوع البيمنت. كذلك في عندي هنا المسجنج اند الانفورميشن ديستريبيوشن انفراستراكشر، موضوع الايميلات وموضوع اللي هو البروتوكولات اللي زي الهايبريد ترانسفير بروتوكول، ايضا هذا من الانفراستراكشر اللي انت بدك تعتمد عليهم، وبالتالي ايضا هنا بده يكون موجودين عندك. زي ما بده يكون في عندك سيكيورتي، بده يكون ايضا موجود عندك اللي هو البروتوكولات اللي انت بدك تتعامل معاهم وايش وتنشر معاهم. هتقول لي ما انت موجودين باي ديفولت، ماشي. مثلا بقول لك انا الانفراستراكشر اللي هي ده تنبني عليها التجارة الالكترونية، انه انت في ايش موجود او في لايش، ايش انت مطلوب منك يكون موجود عندك حتى تقول انه انا والله مبني عندي التجارة الالكترونية بشكل صحيح. طبعا ما لو بدي انا اتعامل مع المالتي ميديا كونتنت، بده يكون في عندي انا صفحات انترنت مستخدمه الاتش ام ال، جافا سكريبت، اكس ام ال، وغيرها من اللي هي ممكن انا تعرض لي موضوع المالتي ميديا. نتورك انفراستراكشر كذلك بده يكون في عندي تيليكوميونيكيشن، في عندي كيبل انترنت، في عندي وايرلس، في عندي لان، في عندي وان، حسب انا اللي هي الشركه اللي انا بدي استخدمها. كذلك موضوع الانترفيس انفراستراكشر، واللي هي مثلا ايش المقصود بالانترفيس انفراستراكشر؟ لا شك انه انت بتشتغل تجاره الكترونيه بده يكون في عندك داتابيز، بده يكون في عندك ويب سيرفيس، بده يكون في عندك انظمه زي الاي ار بي، زي ما شفنا النظام اللي حكيناه في المقدمه زي الاودو وغيره من الانظمه، واللي هتشوفوها في العملي. فكل هذه مجتمعه، وحن زي ما حنشوفها ان شاء الله في يعني ما بعد، في كيف احنا هذا الفريم وورك مكون. فالفريم وورك هذول الاجزاء زي ما انت شايف فوق، في عندك هنا ايش في عندي هنا؟ الالكترونيك كوميرس ابلكيشن، دايركت ماركتينج، سيرش اوبجكت، سيرش سبجكت، جوب، في عندك اونلاين بانكينج. كل هذه الابلكيشن انت بتقدر تعرضها او تتعامل معها. الاي بورشنج يعني اللي هي او السي كوميرس، كل هذه زي ما حنشوفها في التفصيل، او الاي البي تو بي اكسشينج، هذه كلها انظمه قائمه على الاي على مفهومنا اللي هو الانفراستراكشر للفريم
التجارة الإلكترونية أو الإيكوميرس. طبعا هذا بشكل عام، لكن التفصيل إن شاء الله حنشوفه فيما بعد. خلينا نقف عند هذه النقطة واللي هي موضوع الكلاسيفيكيشن للي هو الفريم وورك في إن شاء الله في المحاضرة الجاية. وبارك الله فيكم ويعطيكم العافية.